هم ليه في مصر مش مصدقين انك انت الدكتورة احسان محمود حلمي؟ ما لقيناش اي اثر ان انت مولودة هنا في مصر. بيسموكي ساقطة قيد. ما عرفش، كل ما اروح يطلعوا لي بحجة، الرئيس عبد الفتاح السيسي من فضلك ساعدني اطلع شهادة ميلاد بتاعتي. منذ إذاعة القصة كاملة، قصة الدكتورة أحسان حلمي العالمة الكبيرة، العالمة المصرية الكبيرة، ردود الفعل الكبيرة اللي أحدثتها لدى القراء والمشاهدين المصريين، سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اهتم اهتمام شديد جدا بهذه الحالة. بذلت جهود كبيرة جدا ومكثفة جدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإشراف السيد الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية الموقرة للوصول إلى الأوراق الثبوتية للدكتورة أحسان حلمي بالكامل من لا شيء، لأن الملفات قديمة جدا داخلة على 90 سنة. ولتلقيت القصة إزاي وما بذل من جهود واتصالات وصولا إلى هذه اللحظة اللي حضرتك قاعد فيها مع الدكتورة أحسان أستاذتنا كلنا وأمنا كلنا، وهي سعيدة جدا بهذه الزيارة. أول ما تلقيت الخبر من عند حضرتك في خلال الموقع، الحقيقة أنا انزعجت جدا، قلت إزاي يكون في عالمة ذرة مصرية أفنت حياتها في العلم والبحث العلمي، وده يعني تخصصنا الدقيق إن احنا نكون بنعتني بكل علمائنا، وتكون في النهاية مفيش التكريم ومفيش الواجب اللي المفروض الدولة، حتى لو هي عاشت أغلبية عمرها برة، ولكن هي في النهاية هي مصرية قلبا، ودايما المصري اللي بيقعد برة بيبقى عايش بجسده في الخارج، ولكن قلبه وعقله دائما مع مصر. فلجأت للواء مصطفى العدوي في إدارة الجوازات والهجرة، والحقيقة تواصلت علشان نقدر نحاول نلاقي خيط نمشي وراه، مع إن ده مش من ضمن تخصص المصلحة، لكن هو وعد إن هو يتواصل مع إدارة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، وابتدينا نمشي في خيوط منها الأقارب والإخوات ومحل ميلادهم علشان نقدر يبقى عندنا وسيلة نقدر نقرب منها البحث. وبالفعل وصلنا لمعلومات، ابتدينا نتعاون مع الجهات في أسيوط علشان يصلوا إلى البحث في كم كبير جدا من الأوراق، حتى يصلوا إلى محل أو من السجلات التي تثبت من 1923 محل الميلاد وتاريخ الميلاد الخاص بالدكتورة إحسان. وبالتالي تم هذا بالفعل عن طريق إصدار الشهادة الورقية، وكان لابد من دخول البيانات دي كلها على الحاسب الآلي علشان نستطيع ان احنا نصدر ايضا شهادة الالكترونية، شهادة الميلاد اللي فيها رقم التحقيق الشخصية او رقم القومي. ده اقل شيء ان انا اكون موجود النهاردة علشان نقول رسالة مهمة جدا، ان اي انسان بيدي لبلده، اي انسان بيحط بصمة وبيقول كلمة مصر في أي حتة، الدولة ما تنسهوش أبدا في كل المحافل وفي كل الأوقات. أنا شاكرة جدا 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 مع الوزير إنه سهل المأمورية دي، لأن كانت مأمورية صعبة، ما فيش أي حد راضي يتعاون معايا لحلها. الحمد لله، وأنا فخورة جدا بما يكون مصرية. والله أعتقد أن مصر
أنعم عليها المولى عز وجل بهؤلاء العلماء اللي عندهم المقدرة يعملوا تقريبا أي حاجة، ما فيش مستحيل. فبالنسبة لي أنا ده فخر كبير ليا أن أنا أكون مصرية، وأن العلماء المصريين فعلا يستاهلوا التشريف والتكريم، وهم بيستغنوا أبدا عن مصر في أي وضع من الأوضاع. كلمة أخيرة بقى لطلاب العلم في مصر يا دكتورة، والباحثين والباحثات، والفتاة المصرية دلوقتي، من فتاة مصرية رفعت اسم مصر عاليا منذ سنوات طويلة. إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. المستحيل ده لا يمكن إن هو يبقى موجود أبدا. بالطريقة دي لما يعرفوا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل هيتشجعوا ويبتدوا يشتغلوا وينتجوا، وبالطريقة دي الدولة تنهض وكل الشعب المصري طبعا هيستفيد من ده.